إذن بعد سنتين عاد تلفزيون النهار للطفل محمد الذي أثرت حكايته الكثيرين، وهذا لنقل التغيرات بعد عودته للدراسة. نتابع المزيد مع كمال بوعزة عبيد وزهرة الأحلام شواربية. من منا لا يتذكر محمد وحكايته مع رعي الغنم بعيدا عن مقاعد الدراسة؟ ومن من الجزائريين لم يتأثر بحالته ولم يشارك فرحته بالتحاقه من جديد بمقاعد الدراسة قبل سنتين من الآن؟ راني في السنة الخامسة ابتدائي، دخلت في الثالثة، دروك راني في السنة الخامسة. إن شاء الله نكمل الأمنية تاعي جندام. أين يدرس التلميذ؟ بن قوديفة محمد الأمين، الذي كان له الفضل أن عاد إلى مقاعد دراسة بمدرسة الشيخ البشير إبراهيمي بمستوى السنة الثالثة، واليوم هو في مستوى السنة الخامسة. إن شاء الله هذا العام، هذا السنة إن شاء الله من الفائزين في شهادة التعليم الابتدائي. راه التلميذ راه يتحسن يوم بعد يوم، ونتمنى له إن شاء الله يحقق الأمنية تاعه. كاميرا النهار عادت لمدرسة ابن سينا. أنا يحذر محمد لاجتياز شهادة التعليم الابتدائي، وبالتفاف كامل من الطاقم التربوي تمكن من رفع التحدي بعدما انتشل من الضياع عقب بث تلفزيون النهار لحالته. تم إعادة محمد إلى مقاعد الدراسة بمدرسة الشيخ البشير الإبراهيمي بن إنصاف في مستوى سنة ثالثة، قصد التكفل به والاعتناء به حتى يتمكن من تحقيق حلمه المنشود، ألا وهو الانخراط في صفوف الدرك الوطني. وها هو اليوم يدرس في قسم السنة الخامسة، وما نتمناه هو أن يجتهد أكثر ويحقق أهدافه. أنا مع المدير غاية، مع المعلمة غاية، مع أصدقائي غاية، الحمد لله. راني الحمد لله ونشكر المدير، نشكر المعلم راه معاونيني غاية. وهو يقلص خطواته نحو تحقيق حلمه في أن يكون دركي ويكمل دراسته، يعيش محمد آماله وأحلامه التي تحققت، أملين له كل التوفيق والنجاح، وشاكرين كل من قدم يد المساعدة له.